بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في خطوة سريعة وجميلة من حلقاتنا، خذ هذه النصيحة والفائدة. إذا أردت أن تعلم أن جسمك في الداخل فيه جن أو سحر أو مس، حسد، عين، أي شيء من هذه الأمراض الروحية، بهدوء وبطريقة سهلة وسلسة، احضر كاسة ماء، شايفة؟ كاسة موه بس. طيب، كاسة موه، طيب قرر فمك من الكاسة كأنك بتشرب. شوف طريقة، قول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، بحيث أنه لما تقرأ يتحرك الماء من شفتيك. اقرأ التالي: آية الكرسي، واحد، وقال الله تعالى قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطل، اثنين، كرر إن الله سيبطل 7 مرات، والفلق بس. وانت تقرأ كذا وكذا، قال الله لا لا أنا موسى ما جئتم به إن الله سيبطل، انفث قليلا من الريق في الكاسة، في الكاسة قليل من الريق. طيب، هذه كاسة المويه. طيب حلو، ممتاز، احسنت، اشربوا خس. الحاصل، انت في العادة في الايام العادية في حياتك اليومية، انت لما تشرب كاسة مويه معقولة تروح البطولة سريع؟ إلا كان إنسان مخروم في خرم من أسفل يشرب وينكب. طيب، هل معقولة أنه إنسان بهذه الطريقة يشرب ويروح لعمه دواء؟ لا، الإجابة لا، الإجابة لا. طيب، أنت شربت هذه الكاسة ممكن متى تنزلها؟ يعني أنا شربتها مثلا الظهر، متى تنزلها؟ مثلا الساعة 8 9 في الليل، صح ولا لا؟ ممكن، أو أقل أو أقرب. أنت شربت هذه الكاسة الآن وقرأت فيها كلام الله، إذا في جسمك شيء، ها، إذا في جسمك حاجة، جن، حسد، سحر، عين، إلى آخره، أي مرض روحي جوا في جسمك، شفت المويه اللي شربتها هذه سيدفعها، ينزلها برا للخارج في وقت قياسي. ايش معنى وقت قياسي؟ يعني انت في العاده وفي الطبيعه لما تيجي تشرب هذه المويه تنزلها الساعه 8 في الليل. هنا لا، تشرب تنزلها، الحين الساعه شربتها مثلا الساعه 1 تنزلها الساعه 2 او 3 او 4. أنا أقول أنه في خلال أقل من ساعتين، لكن ممكن يطول، ها، ينزل في مدة وجيزة أنت تشعر فيها. كيف حينزل؟ طريقة نزوله، طريقة نزوله تمتلي المثانة بسرعة هائلة وبطريقة غير معتادة. أنت الآن شربتها تحس كأنك بالفعل في شيء مش طبيعي نزل إلى المثانة وعباها فل، يا سلام. طيب، وايش اللي حيصير؟ حيصير انك تروح دورة المياه، ها، وايش يصير؟ اكرمك الله، تتبول. ابغاك تلقي نظرة على بولك، القي نظرة بس عليه، ستجد سبحانك يا الله، سبحانك يا من كنت على كل شيء قدير، ان الماء الذي شربته هذا نزل بنفس اللون مثل ما هو وبنفس الكمية التي شربتها. في العادة، ها، الواحد يشرب عادتنا نشرب كاسة مويه ننزل زي البنزين لونه، نحن ما بنشرب مويه أصلا. هلا هذه بنزين ولا ما عندك بنزين، عندك أملاح ولا ما عندك أملاح، ما في. المرض الروحي يدفعها إلى الخارج. كيف يا محمد حسن جبت الطريقة هذه؟ الطريقة هذه كنت أشرب المرضى
قبل القراءة عليهم وقرأ لهم في مويه وأشربهم بحيث أنه لو كان عندهم سحر يطرشوا يستفروا أثناء القراءة. والعالم حمامات مسلمين ورديات ما قدروا، مرة اثنين ثلاثة لقط الموضوع فأعطته الناس فنفع الله به. وأنا أقول لكم عسى الله عز وجل أن ينفع به. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بعمل لايك وشير وسبسكرايب.